مرحبا، مرحبا بكم. باه البلاصة هذه زوز كيلومتر على أرينا سيدي عمر تحديدا. يحكيوا لي على الحالة اللي فيها العائلة هذه، ما أمنتش الحق متاع ربي. قلت فما شوية زيادة، مش بعيد برشا زيادة. قلت له نجي على عيني ونشوف، على خاطر جو اتر كريديبل. نحب كي نقول الناس ونعرفكم برشا فيكم، قلوبكم كبيرة وباش تعاونوا، كي نقول لكم على حالة متأكدة منها. دونك شايفتها على عيني، جيت وشفت. اش باش نقول لكم، اش باش نقول لكم على الوضعية. بيت زوز مترو على ثلاثة مترو، تسكن فيها الأم ولدها مريض وبنتها 10 سنين. وضعية اش باش نقول لكم، حاجة فمش كلام. فما تصويرة باش توري اللي هي وين ساكنة، مصب بتاع زبلة، هفوف غديكا، بيت باليجور. يجور يجور، واليوم الناس الخير جابولها شوية باش لا يقولها. قالك على خاطر في الليل ترقد، وهالنهارين فيهم شتاء المطر قاعد تهز صغيرات، عرفت كيف القطوطة تهز صغيرات تخبي فيهم من تركينة لتركينة. والجرية هي جرية، ما تقولوليش فماش كوجينة وفماش، ما فماش ما فماش، فما تركينة ورا ورا البيت. وحقا البيت ما فيهاش باب، فيها ريدو. وقالت لي لهنا بيت للصباح فيقة وشاد عصا، وهي مرأة ضعيفة تسخف. قالت لي على صغيراتي خاطر يجيو لهنا وليد باش حاشاكم ما يشربوا، تبدا خايفة على صغيراتها، تنجمش تخدم، ولدها مريض. اش باش نقول لكم؟ لا لا، أنا مش باش نقول، أنا باش نوريكم وباش تشوفوا البلاصة، ونعرفكم باش تعاونوها. تستحق باش تتعاون المرأة والله. شوفوا البلاصة، نحطوا العطا على هالفوق. باش نوريكم الدار. هذا هي الباب، كوفيرتي هذا الباب. هاي البلاصه خديت لبن باش ندخل باش نوريكم البيت اللي تعيش فيها. البيت اللي تعيش فيها مشقة. هاي البيت اللي تعيش فيها. افتح النور يا روحي. صباح الخير ولدها، محليك الوليد. هاي يا وضعية، هاي وضعية الجيل كيفاش يعيشوا. هاي الدار هذي، تعالي بالقصدير. قلت لي جيهان البارح في الليل شتي، بلت لي جرى هذي بيتا من تركينة لتركينة بوليداتي. هاي دبوسة كاس هوني من الطيب، هوني من الطيب. دبوسة غاز عندها بنتها تقرا سنة خامسة ابتدائي. قلت لها هي كرتبتها خاب. هذي دارها. دوك شبيك يا عزيزي؟ شبيك يا ولدي؟ شبيك؟ بسم الله عليك، والله شي يوجع القلب والله. هاي الدار، هذه هي البيت. انا نقول عليها دار، هي تقول لي دار. وتبيت في الليل خايفه مرعوبه. هذه هي شنو مروحه انا ويمين اختي دايخين دايخين دايخين. ايمين من قبل تقول لي وجعني قلبي على بنتها. بنتها في عمر البنات 10 سنين، لبسه صنديل. شو نقول لكم؟ بالاسم صنديل. ما عندهاش ضو، ما لا عندهم لا ضو لا ميلة توليت. حاجتكم ما عندهم شيء. انا ما عندهم شيء، عايشين كل فرد بيت، كلهم عائله كل فرد بيت، ونقبلها ما لا ضو لا ميلة توليت. لا ضو لا ميلة. طفلك شو تمشي تقرا؟ طفله خاطرك وليت تقطع في كراسها وفي قرايتها، ما عادش تبكي باش تقرا. يتنمروا عليها. ما عندهاش لبسه. هابط في ركي باش دخلت الدار، مش دارهم لك البيت باليجور. رانا فيها فوف هابطين. ايه زوز كيلومتر على قلب ريانا. المرأة تحكينا قالت البارح في الليل سكارة
مره قالت لك اسكار لا كل ليله يسكروا غادي خليه ببلاصه مهجوره مصبوا به. اخي طفله بخي ادوليسونت 10 سنين طفله تبارك الله فاخره. قالت لك ريقده ما رقدتش حتى 7 نتاع الصباح باش انا غمضت عيني بعصا وهي هكا المراه ضعيفه ينفخوا عليها الطيق. قالت انبحرت الروح خايفه على صغيراتي مهبطه زعما الباب اللي هو كوفرتور ما فماش باب راه بطانيه محطتها على فم الباب. قالت وبيت انا يا ربي قول يا ربي ان شاء الله ما يسمعوش بيا انا مراه وحدي حاطه كيكه انا وعندي بنيه عمرها 10 سنين. افهموا انتوما ما نحكي لكمش. قالت ليله ناكل وليله لا وما تنجمش ولدها مريض ما تنجمش تخرج تخدم معناها حاجه تدوخك 2023 قلبك هكا انت يبدا قلبك يعصف دم قليبك دم